Hello, how are you? النهاردة معادنا مع الـ 19th letter، الحرف التاسع عشر في اللغة الإنجليزية، الحرف التسعة عشر. هو حرف الـ S. S. لما أجي بقى أعلمه لأطفالي أو لو أنت بتتفرج عليا دلوقتي ومش بتعرف تقرأ الكلمات يبقى لازم تتعلم أن اسم الحرف غير صوته. فلما أجي أقول S, S ده الـ letter اسمه S ولكن صوته اسمه S. ما بقولش اس. تعالى بقى نشوف الكلمة دي ونبلند الأصوات مع بعض. سنيك 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 سنيك. طب حرف الاي ما تنطقش ليه في الآخر؟ عشان عمل اسمه الماجيك اي، هو مش بيتنطق ولكن بيخلي الاي بتتنطق اي اي، ولكن في الحقيقة ان الاي ميك ذا ساوند اوف ا، يعني لو ما فيش الاي دي هننطقها سناك. طيب لو في اي خليناها سنيك سنيك، وده اللونج اي. بديك بس شورت ستوري كده عليه وهنشرحه بالتفصيل في فيديوهات جاي. طيب تعالى نشوف كلمة تانية لايك ستار ستار ستار. بالمناسبة بقى نراجع حرف الاي، لما يجي وراه حرف الار مش بنقوله آ، بنقوله آ آر، فهنقول ستار ستار يعني نجمة. لايك سان سان سان. اليو ميك ذا ساوند اوف أ، فبنقول س س سان سان. لايك سكاي سكاي سكاي. وهو ده كان حرف الاس النهارده. لو ما شفتوش الحروف اللي قبل كده نقدر نتابعها من خلال الفيديوهات اللي فاتت، ولو عجبك المحتوى اعمل فولو ولايك وشير عشان غيرك يستفيد، وكمان تابعنا في الحلقات اللي بعد كده. مجرد ما هنخلص الحروف ان شاء الله باصواتها، بعد كده هناخد الشورت واللونج فاولز، يعني ايه الفرق ما بين ا واي واي وآي. كل ده هناخد الحروف المتحركة والفرق ما بين الشورت فاول واللونج فاول في الحروف اللي جاية. لو عايز تتابع دروس أونلاين من كيجي لحد تالتة إعدادي هتلاقوها على قناة تتعلم مع مريم. باي باي.